هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وزير الطاقة بجمهورية الفلبين الصديق السيد ألفونسو كوزي. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات البحرينية الفلبينية وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما، وأكد سموه حرص البحرين على دعم وتمتين علاقاتهما الثنائية آسيويا ومن بينها العلاقات مع جمهورية الفلبين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تبادل اللقاءات والزيارات بين المسؤولين في الدول الآسيوية جدير بتحقيق التعاون المنشود آسيويا. من جانبه أعرب وزير الطاقة الفلبيني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور سموه في توثيق العلاقات البحرينية الفلبينية، مبديا حرص بلاده على التعاون مع مملكة البحرين في المجالات المختلفة ومنها التعاون في مجالات الطاقة.